خرج في يوم 14 فبراير عام 2013 مع أقرانه للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية السلمية المطالبة بأعلى مبادئ العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، فأطلقت عليه الشرطة 3 رصاصات من مسافات قريبة وكانت الأخيرة في بطنه. شهداء البحرين الذين أزهق السلطات آل خليفة الحاكمة في البحرين أرواحهم كانوا حاضرين في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية. فقد حضر آباء عدد من هؤلاء الشهداء وألقوا كلمات داخل المجلس وباسم التحالف الحقوق البحراني، أكدوا فيها على المطالب المشروعة التي أريقت دماء الشهداء من أجل تحقيقها. حضورنا في هذه القبة في مبنى الأمم المتحدة رسالة نوصلها إلى المجتمع الدولي، نطالب بالحقوق، نطالب بالعدالة، نطالب بعدالة الحراك، هذا الحراك السلمي للمطالبة بالحرية والعدالة. تلك العائلات تطمع في أن يضع المجتمع الدولي حدا لانتهاك حق الحياة في البحرين والذي انتهكته عائلة آل خليفة الحاكمة. طبعا الهدف الرئيسي من مشاركتي في مجلس حقوق الإنسان لهذه الفترة هو إبراز مظلومية الأطفال من الشهداء وكذلك السجناء. التحالف الحقوقي البحراني الذي أتاح لعوائل الشهداء فرصة للتحدث أمام هذا المحفل الدولي أراد أن يظهر حقيقة ما يجري على الأرض في البحرين. الهدف هو تقديم أدلة ملموسة وحية حول انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، وخاصة القتل خارج نطاق القانون والمضايقات التي تتعرض لها عائلات القتلى وإفلات المجرمين من العقاب وعدم محاسبتهم. والهدف أيضا هو كشف زيف ادعاءات حكومة البحرين باحترامها لحقوق الإنسان. تلك العائلات التي أتاح لها التحالف هذه الفرصة لإيصال معاناتها إلى أسماع المجتمع الدولي عبرت عن امتنانها وتقديرها لذلك، حيث أنه بعد مرور 5 سنوات لحد الآن لم يتم يعني تبني قضية عوائل الشهداء وتبني منظمة أمريكيون إلى هذا الملف. يعتبر إحساس إنساني ووطني وأيضا مساهمة في رد الاعتبار إلى الشهداء وعوائلهم. الدماء الزاكية التي أراقها الخليفيون ستظل تلاحقهم لا في المحافل الدولية فحسب، بل في شوارع البحرين وطرقاتها وحتى القصاص من قتلتهم وحتى تحقيق الأهداف التي ضحوا من أجلها وفي طليعتها إسقاط نظام آل خليفة الجائر. إن من ارتكبوا هذه الجرائم بحقي وبحق ابني وكافة الضحايا لا زالوا أحرارا طليقين.